فتأملوا معي هذه الصورة الجميلة وهذا الموقف الرائع، يصوره لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أي ملائكة انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر. إنها صورة لفئة من عباد الله الصالحين، صورة للمنتصرين على أنفسهم وشهواتهم، صورة إيمانية رائعة لكم أنتم، نعم لكم أنتم يا رجال الفجر، يا من استجبتم لنداء الرحمن، يا من ثرتم على ألحفتكم ورميتم أوطئتكم، يا من فزعتم من بين أهلكم وحبكم إلى صلاتكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، فقد عجب الرحمن من فعلكم. مالك الملك، ملك الملوك، يعجب من صنيع هذا الرجل. ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ نعم، من أجل أي شيء؟ ماذا يرجو؟ ماذا يريد؟ لماذا ترك دفء الفراش ولذة النوم؟ ربنا رجاء ما عندك، تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أدخمت نزولا ومركبنا صاعد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. فيا رجال الفجر حدثونا، أسرعوا أنقذونا، من مشى في ظلمة ليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فأي فضل بعد هذا الفضل؟ ما ظنكم بمن خرج لله في ذلك الوقت؟ هل يرد مسألته؟ هل يمنعه حاجته؟ أليس هو أقرب إلى الإجابة والقبول؟ فلا غرو إذن أن يحرص رجال الفجر على صلاة الفجر، وكيف لا يحرصون على صلاة الفجر وهم يعلمون أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ فما ظنكم بمن كان في جوار الله، بمن كان في ضمانه، الحارس له الله، في حفظ الله ورعايته؟ إن في لحظات الفجر غفران خطايا تجمعت على القلوب فسودت، إنها المعاصي، فالمعصية تضعف سير القلب إلى الله أو تعوقه، بل ربما توقفه وتقطعه عن السير عياذا بالله. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، إنها الذنوب خراب القلوب، ودواؤها نسمات الفجر ولحظات الهبوب. فصلاة الفجر ميزان للإيمان، وصلاة الفجر أمارة من أمارات صدق الاستقامة والالتزام، لكنها الاستقامة الحقيقية، وإنك لتعجب ممن أظهر أمارات الاستقامة وله مع الصالحين ذهاب وإياب، وهو غالبا مفقود في صلاة الفجر، لا تكاد تراه إلا في فترات متباعدة، فأي استقامة هذه؟ أي صلاح هذا؟ أي صلاح لم يأخذ بصاحبه إلى أن يكون من أهل الفجر؟ إن كل عاقل وعارف يدرك يقينا أن نصر هذه الأمة وتمكينها ورفعتها سيكون ولا شك على أيدي رجال الفجر. فصلاة الفجر ملتقى الأبرار وزاد الأبطال وسر العظمة والرفعة، فهيا رددوا قبل فوات الأوان، قولوا آيبون تائبون عائدون،
واستعينوا بالصبر والصلاة. هيا أيها المفرطون، فإن من آثر لذة الوسادة على لذة العبادة فقد السعادة. هيا لا تحرموا أنفسكم تلك الخيرات، فهل تصحون قبل السكرات وقبل القبر والظلمات؟ فكل شيء يهون إلا ترك الصلاة، فكل أعمالك وخيراتك مرهونة بعمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاحذر أخي ترك الصلاة متعمدا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فتعال أخي، تعال نتواصى، تعال نتعاون لنلحق بركب رجال الفجر، فقد عرفت من هم، ولا شك أنك عزمت من ساعتك هذه أن تكون ضمن هذا الركب المبارك لتحظى بفضائل حرمتها نفسك. والآن أخي، ها قد جاءك النذير وتبين لك القول المنير، فانفذ بنفسك، انفذ بنفسك من حجب الهوى إلى سبل الهدى، ابحث عن الوسائل المعينة لحضور هذه الفريضة مع جماعة المسلمين، جاهد نفسك. كان مسروق يقول: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. فيا عبد الله، احرص دائما أن تسجد لله كأنك تراه، فما بقي لك إلا الصلاة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.